كلمة بالعبرة والمعنى، نلقى السؤال في جواب، نلقى الطيور بالطير، مجموعة في أسرار، في كل زهرة تفوح نلقى الشمس بتغيب والكون وراها غياب. كيف نبدل الأيام نورا شعاعا طيب، كيف نحمل الأحلام في النفس ما في عتاب، في النفس ما في عتاب، في كل معنى وروح لو الأمم بيروح بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب. كلمة بالعبرة والمعنى، نلقى السؤال في جواب، نلقى الطيور بالطير، مجموعة في أسرار، في كل زهرة تفوح نلقى الشمس بتغيب والكون وراها غياب. كيف نبدل الأيام نورا شعاعا طيب، كيف نحمل الأحلام في النفس ما في عتاب، في النفس ما في عتاب، في كل معنى وروح لو الأمم بيروح بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب. رحلت عتاب من غير وداع، كانت خضراء كالنخيل، جميلة كضفة النهر عند الأصيل، كانت حمامة بيضاء، وكانت الهديل كالوردة البيضاء تلاطف النسيم، كان اسمها عتاب، فأصبحت كتاب، قصة حزينة تروي رحلة العذاب. بكرة الخبر نو نيوز. نو نيوز؟ يس. جود نيوز. اها نحضر اللكشه ولا نشتت؟ شتت يا زول محنك. نحن نحضر اللكشه وبعد ذاك انا عازمكم بوفيه مفتوح على حسابي انا. اوكي. كلم ميدو. اوكي. وانا ذاتي بكلمه. اوكي. سي يو ليتر. اوكي. أمس اليوم كان متعب شديد، لكن الحمد لله عدى عليه خير. أنت صحيح؟ بابكر ده أنا امبارح نهائي ما شفته في التأبين. يا ربي يكون حاصل عليه شنو؟ بري إن شاء الله خير. إن شاء الله. بابكر بكار ما شايفينك في التأبين. التأبين منو؟ عتاب. عتاب ماله؟ الذكرى الأولى. لا يا بابكر ما تجي تحضرها؟ على الأقل كان تجي تقول كلمة كلمتين في حقها. بيكو أنت وعتاب ما كنتوا مجرد زملاء، أنتوا كنتوا توأم روح، كيف ما تجي تحضر التأبين؟ عتاب ما راحت. عتاب موجودة بس أنتوا ما بتشوفوها. موجودة وين؟ قاعدة. أنتوا ما بتشوفوا. يا عصمة أنا كرهان الجو الأكاديمي ده. نمشي وين يعني؟ أي حتة، بيتنا بيتكم الشارع برا البلد دي، المهم نطلع من هنا. شوف قبل اللكشر نو، بعده ممكن. أنا ما بدوق ولا لكشر واحد. يا سلام يا أستاذة تندس، المحاضرات دي عملوها طويلة وفيري بورين عشان يدقوها. يا مهاب أنت دايما مستعجل، أصبر. ابوي يا ماما سلم على اعز اصحابي. ده ميدو وده ده ده ده, ده بابكر والبلد واخوان. ازيك يا دكتور؟ مرحبا. بس انا ما دكتور. انت ابوك دكتور؟ اتفضلوا يا شباب اتفضلوا. النوعيه دي من البشر انا ما بحبها خالص. جماعنا عم هاب ولد قدامي. اصحاب؟ اصحاب؟ عارف ولدك ده ما بقى يتصاحب، جايب لي اصحابي اتنين كله فرده من بلد. طيب ما احسن تختار اصحابه انت؟ مشكلتك ما بتعرفي تتكلم. مشكلتي ما قاعد افكر في اللي بقوله وانا قاعد اتكلم معاك. عارفه انه هذا ولدك ده بقى محرقه بتاع الفلوس؟ عارفه بصرف كم في اليوم؟ عارف يا كامل الشباب المغربي مفلسين تقريبا، اذا مت جامعه كلها نصها مفلسه. هي المشكله في القروش. يشوف النص الثاني يمكن يلقى فيه ناس بيشبهوه ومقرشين وكويسين. خلي الشعب يعيش زمنه، نحن زمننا فات وغنينا معه الحديقه دي. اسمعي حبتين كم يا عم؟ 5.5. يا جماعة هم أنا ما رئيس بتاع نادي كبير عشان أصرف على التحويلات والسفر. مجموع الكفالة الجاية علي وعلى عداي. خلاص المرة الجاية علي بابك. بس حيقول لك معايا المرة الجاية. بس أنا ما عندي مزاج. أنا عاوز أعيش، أنا عاوز أموت، أنا عاوز أمشي، أنا عاوز أقعد. أنا عاوز أشوفه، عاوز أشوف أبوي، عاوز أشوف أخوي. البيت منور والله. البيت منور بسته. لكن ما قلت لي ليش؟ شنو المفاجأة دي؟ زيارة ودية. دي ما زيارة ودية، دي غافلة عديد. عيني تشرب شنو؟ ولا انت ما اتغديتي؟ اشرب من حضورك الجميل كوباية زوق بسكر خفيف. الكلام ده قالوا لك واحد من البراء المصاح. عيني انا الزول لما يزورني من غير ميعاد سقف توقعاتي بيعلى شديد، عشان كده خش في الموضوع. المرحومه عتاب مالها؟ الكراسه دي احكي يا عتاب، انا عايزه اوريك حاجه. قولي. الكراسه دي يا زينوبه مالها؟ فخر بشعة طفله هو محاولة خيولة للكتابة، قصيدة معبرة فيها قصص أحلام، فيها أمنيات ما بتتحقق، فيها حاجات مفيدة. فيها شنو يا عتاب؟ أنا مسافرة. مسافرة؟ مسافرة على وين؟ ما عارفة، لكن ما أظن أرجع تاني. يا أخي ما تقولي كده، ناس كتار بيمشوا أوروبا، بيمشوا وين؟ في النهاية بيجوا راجعين، في النهاية بيجوا راجعين، في النهاية بيجوا راجعين، في النهاية بيجوا راجعين، في النهاية بيجوا راجعين. نعت نفسها وسلمتني الأمانة دي. صراحة أنا ما قادرة أفتح الكراسة دي. قلبك قوي تفتحيها؟ لا 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 لا، أنت ما قدرتي. هقدر أنا؟ موت عتاب ما كان حادث حركة وبس، على فكرة ما كان حادث حركة. أنا كنت ملاحظة لحاجات كثيرة. صحيح عتاب كانت على علاقة ببابكر، وأنا شاكة إنه بابكر هو جرى عتاب للشي اللي بيسويه وهو الشباب اللي معاه ديل. ده كلام شو بتقولي فيه ده يا زينب؟ أنا خفت عديل. ده اللغز، وحل اللغز في الكراسة دي. مالك يا جنى؟ في شنو؟ عليك بابك رجع. بابك رجع؟ هاي. اه خلاص بارك الله فيك. اجر 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 البيت اجر. الحمد لله الحمد لك يا الله، ده ما يوم السعد والمنى يوم بابك رجع. الحمد لله الحمد لله. بابك راب اخيتها بقالنا زي البعير المكسور، تكلفه وتعلفه وما بشيل، ان وديته على الجزار ما بيجيب حقه. فعل الله ولا فعلك يا راجل، أنا ماشي عليه ولا دي؟ أمشي. ما بكر بقالنا زي الشوكة في كراع البعير، يدق بيها الواطة عشان تمرق تدخل لي جوا. دعيني أتأملك يا عتاب لا كفتاة، وإنما كلغز يتحتم علي أن أفهمه. بالمناسبة أنا ححول لكلية الموسيقى والدراما. ليه؟ لأنك جملة موسيقية غلبني أفسرها. أنا قصيدة ما بتقدر تلحنها. أحاول بالموشحات أوريك. بخيتة الله يسلمك يا ولدي، مرة مبروكة الله يبارك فيك. كيفك؟ هيا يا ولدي، حتى 3 و4 شهور لا تلفون لا قلب يحن. معلش يا أمي ده حال القراية. الله يديك العافية يا ولدي، الله يخليك، عافية منك الله يخليك الله يخليك. والله يا ولدي اشتقت لك شديد. الله الشوق حاصل يا أمي. والله العظيم انت صورتك زي المجنون، عارف كده انت؟ انا ولا بركب معاك ذاتي. عارف صورتي زي المجنون، عشان كده انا خليتك تقعدي جنبي عشان تبقي لي رجل مرور. ما كان تخليني اقعد انا معاك قدام. تقعد معاك قدام كيف يا ميدو؟ احنا ماشيين نتفسح ولا ماشيين المقابر؟ شباب سيبونا من السيره دي، يعني لسه انتوا جايبيننا من هناك عشان نشرب العصير ده؟ ما في عشاء ما في حاجه كده مثلا. كملت جدولك؟ ما قدرت عليه. ما قدرت عليه؟ الله يديك العافية يا ولدي. يا أمي أبوي ده ما قادر يفهمني، أنا خلاص قربت أتخرج، أنا محتاج لقروش كثيرة، وأنت عارفة إنه أبوي جن القروش. سوي شباب يا ولدي عاد سوي شباب. مهاب هاي ليه في عيوني؟ عصمة بتعني ليه كده مالك؟ عيوني ديل 3؟ عيونك ديل ما طبيعيات. انت مالك؟ قول لي انت بتتعاطى حاجة؟ لو بتتعاطى قول لي. اي بتعاطى شاي بلبن. مهاب انا جعدة يا عصمة. انت مالك؟ شاربة حاجة الليلة؟ اكسر لحالك يعني الموضوع يزي. اوكي خير. مالك يا بخيتة؟ انت بابكر ده مع ولدك؟ مريته كان مو ولدي. سلمت عليه سلاما فاتر بارد كده مالك يعني. يا ما بخيتة اسخنه له؟ اشوف ده كلام شنو اللي بتقول فوقه ده؟ كلامك بيضه وشاتر كده ماله؟ يا بخيتة هوي الخضار ده ينبقى مرضان هسه ما دا بينفع معاه يا حاج. الولد ده قرب يتخرج كلها فضل له يومين ثلاثه كده وهو بيجي خجلان منك ما قادر يتكلم معاه. يعني انت براك بدا عارف الجامعه دي بتدور لها قروشا كثيره. يا اخي تقبال بقى بكر ده اكون في سلامه وفي عافيه. انا اسم بابكر ده بيجي يجيب لي يجع الراس يا حاج. فضل شويه وخلاص. بعد ما لبن الدار تديها للطير قام ياكل باقي له حبه كده وخلاص فيش متاني. اجيب له من وين؟ انا بعت له اللي وراي واللي قدامي خلاص. انا ما عندي خلى يدي خلى بقيت على عيل الحديد لحقت الحد. ها شوف شغلتي قد عطي لنا شغلتي. زيارتك دي ما على حنان خالص يا مهاب. امي يعني انا ما داير من ايامنا دي يعني حبه كده حرباشات كده يا سمو قروش. انت امبارح انا ما كتبتلكش هيك؟ يا حاجه ما انت عارفه ايقاع الحياه يعني. ايقاع الحياه؟ ويا حاجه امشي لابوك خليه يكتب لك شيك. انت بالمناسبه ابوي وينه؟ ليه فتره كده ما شايفه؟ ولا انا والله يا مهاب. ما عارفه الحاصل عليه وشنو. قوم 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 عليك انا ما بعطل انا عندي شغل كتير وماشي البنك بعد ده. قوم. يعني امشي يعني؟ امشي؟ هاي امشي. امشي يا مهاب امشي لاني شغاله. يا بابكر انت وين؟ موجود. بتسوي في شنو؟ في الحقيقه ابوي انا داير اريحكم من الشقا والتعب ده. لكن يا ولدي كل شيء بدلايله. اصبر عليه شويه يا ابوي فاضل سنه واحده بس. الله قالوا ان صبرك كمل اصبر كمان شويه. ترى انا صابرين. في الحقيقه ابوي مشروع التخرج بتاعي داير له قرشين ثلاث. بس انا من قبل بتتململ عشان تقول لي جنس الكلام ده. شو يا بكر انت من دون الناس انا صرفت عليك كثير. بعت لك البوكسي حقي وما خليت شيء. بعته عشان انت تبقى لي كبير. ما خلاص ابوي قربت ما فضل حاجه. انت بتقرا في شنو؟ وريني. يا ابو بابكر عليك الله خليك من كلام الحساد ديل. قالوا ضربة اسد ولا نظرة حسد. ويحسدوه على شنو الجنازة؟ خلاص يا أبوي ما تشيل همي أنا هتصرف. ماشي وين يا ولد يا أقعد؟ هيا يا ولد ما تجي تشرب الشاي. كسرت خاطر الولد يا حاج علي. آه بخيتة دي ولا خاسرة. يا حمد خليها من عمري خليها من عمري. هل أملك قلبي وحب إخوتي بلا غيابة الجب ولا الذئاب هل أملك الشباب؟ أنا لست مالكة سوى تجاعيد الزمان. وقميص يوسف حينما ألقي على وجهي رأيت أمي بالبكاء بإبرة الدموع تخيط ما خلقت أحلامها من ثقوب، تناشدني يا بنيتي لا ترحلي، فمن يخيط لي بعدك الكفن؟ يا بنيتي لا ترحلي، يا بنيتي لا ترحلي، يا بنيتي لا ترحلي، يا بنيتي لا ترحلي. ولدي زي ما قلت لك خلي بالك من نفسك واتغطى كويس واكلك السمح ما تاكل الاكل الناشف. حاضر يا امي. وانا اللي بلقاه هنا برسله لك، بس انت خلي بالك من نفسك وبالك من قرايتك. هاي داري انك تنتهي من القرايه دي يا ولدي عشان ما تجي تساعدنا، شايف الحال براك. ان شاء الله ان شاء الله. هاي وانا والله عافيه ليك، عفواني عليك وما يدليك ان شاء الله، وراضي عليك. امسك يا ولدي هاك هذيل خليهم معك وما تقول اي كلام. ليش نو يا أمي؟ ها؟ أنا بحتاج لمشروع تخرج، محتاج ل 10,000. لكن يا ولدي أنا ال 10,000 أجيبهم من وين؟ ده أنا اللي قدرت ألمهم. ما قلنا حاجة يا أمي. أنا حاتصرف. تتصرف كيف يا ولدي؟ تمشي كده ده وخاطرك مكسور؟ أنا والله ما برضاها لك يا ولدي. ما جابت لي كسر خواطر يا أمي. ها؟ أنا بتصرف. تتصرف كيف يا ولدي؟ هي كده امسك ديله، عليك الله امسكهم يا ولدي ونشوف اللي بنقدر عليه وبنعمله. والله يا ولدي العين بصيره واليد قصيره، دار اعمل لك السمح ودار اعمل لك اي حاجه، لكن اجيبه من وين؟ خلاص بابيك الرمالك دمعتين ثلاثة يا حاج. قال فضل له طريقة صغيرة كده وينتهي خلاص كل شيء. أجيب له من وين أنا؟ كيف أنت أجيب له من وين؟ ما تبيع البقيرة دي؟ قالوا شيل من الفايق وحل المضايق. ها بخيتها أبيع بقرتي؟ وفيها شنو يعني؟ هداية عمره. والله كان تفدعه من الموت. أنا ببيع بقرتي. يقول ولدي ما لقى عليهم. امشي شوفي لك شغله ثانيه يا انا بسويها. ابيك انا بعت له البوكسي، البكاسي استطارت السما، بعت له المحاصيل واتدينت له عشان يبقى كبير، لكن ما بقى كبير، بيكبر 200 بيكبر. لو البقر عندك أهم من بابك الولدي أنا بعد العمر ده حاشيل هديماتي وأمرق أمشي لأهالي. بخيتة. اها أنا بقرتي ما ببيع، ما تدخلي نفسك في أمر ضيق. خلاص أنا بلملم هديماتي وبمش، والله وأنا دي كان عندي دي للمحسنين، أنا ما أخليه براهو. تمشي في كيفنا بخيتة. قلت البقرة عندك أهم مننا، نسوي شو عاد؟ أنا ما ببيع، بيعيها أنت. أنا أشوف آخرة بابكر. دقيقة يلا زلنا ما بالغ معايا. بالمناسبة أنا محتاج ليك يا ميدو. جنبك أنا في ورطة حقيقية. الحالة عندي. لكن أقول لك كلام. أيوه. الموضوع ده في الوقت الثاني. أوكي. ما في مشكلة. إزيك يا بابي كيف؟ كيفك يا عيال حشام؟ أها اسمع. بعنا لك الدقيرة. آي إن شاء الله ربنا ينجحك ويخبر ذراعك يا ولدي إن شاء الله. لا المشروع طرحته لك قبل كده وأنت رفضتيه. أنا لقيت طرف ثاني متحمس جدا جدا للمشروع، فأحسن يعني كامل الموضوع اللي تناقشنا فيه انحسم تماما. في شنو ثاني؟ لا المفروض على في الطرف الثاني ما فهمني. على هل هي شابة متحمسة جدا جدا للمشروع، اقتحامية جدا جدا، وده اللي عاجبني فيها. تمام. فاحتمال يعني المشروع ده يجر لمشروع ثاني. دي نصيحة؟ نفذ، ما تتردد ولا لحظة على الفكرة. أنا أفضل أرد المسكين الضاقة. مهاب سرقني ياك. مهاب بيجي يسرق بالتأكيد هيكررها تاني مع زلطان. مهاب ضاع بسبب أنانيتك يا كامل. مهاب ضيعتي ويكي أنت قاعدة تاني يا داني بشراء وبس. غشتني خمي قولي. يا مان شنو؟ طوالي كده سارح وقاعد براك وما مع الشلة، مالك؟ تعال لي. طيب ميدو أنا وصلت لقناعة بأنه ما حتخرج من الجامعة، وكده أبوي حيعرف. أها. وحتى عتاب اللي كنت باني عليها أعمالي ماتت والسبب أنا. يا مان يا أخي دي قصة وانتهت خلاص. أسمع كلامي، أنا محتاج لي لمصدر دخل. زي شنو يعني؟ زي المصادر اللي بتتعامل معايا أنت دي. لا 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 لا. الطريق ده أنا ما قادر أمرك منه، أنت كمان جاي تخش؟ أنا حقدر أمرك. طيب شوف، أنا بدخلك في عالم الدخول فيه سهل، لكن الطلوع منه صعب شديد. أوكي. خلاص نتقابل المساء. أوكي. اسمك؟ اسمي بابكر. بابكر ده كان اسمك زمان، تغيره. ها؟ اوكي. ميدو حكى ليك عن العالم بتاعنا ده؟ هاي ايوه دي للدخول، لكن الطلوع للمقابر. دي كوبايتين واحدة فيها عصير والتانية فيها عصير بالسم، انت هتشرب واحدة منهم، ايه رايك؟ Congratulations! نجحت. أنا كنت واثق من كده. اعتبر نفسك شغال من الآن، بس ما عايزين ورطة مع الشرطة، ما تنقبض بالبضاعة. يلا أنت وشطارتك. تفاصيل يا بابكر. ذا بلاك هورس، الحصان الأسود. استلمته؟ حاجة كبيرة كده، بس ما عارف حكاية الجامعة دي كيف. جم السنة. اسمعني؟ مهاب وين عشان الليلة أعمل لكم سهرة ما حصلت. بابكر كيفك؟ لين يا ذنوبة؟ ممكن ميدي دي دقيقة؟ تفضلي تفضلي. تمام. ميدو في شنو؟ والله ما في حاجة. في ألف حاجة، الثلاثة راسبين في الامتحان، مع إنه الامتحانات كانت سهلة. زنوبة زنوبة ممكن دقيقة؟ انتظرني في البنش. خير يا بنت مهاب. معلوم؟ ما بقدر أقول لك الكلام اللي قالوا لي. عيني يا عصمة، الأولاد ديل ما طبيعيين، في حاجات كثيرة أنا ملاحظة ليها. الأولاد ديل بيتعاطوا مخدرات، وإحنا ما نقعد نعاين فيهم كده، لازم نتصرف. فعلا مهاب تصرفاته بقت غريبة شديد. عصمة كلمي أهله. كيف يا عصمة؟ تمام. كيف الجامعة؟ الحمد لله والله كويسة؟ الله يسلمك. زيارة ظريفة. كيف الجامعة معاكم؟ تسلم إن شاء الله. هاول ودع عامل شنو؟ خالته، أنا عارفة إن أنت مشغولة وأي حاجة، لكن يعني في كلمتين مهمات لازم أقولهم لك. جدا حبيبتي، لكن أنا عارفة إنه مهاب ممكن يزعلك، ما تشتغلي بيه كتير. يا ريت يا ريت يا خالته لو كان مهاب يزعلني. الموضوع أكبر من كده. موضوع أكبر من كده؟ انت ما عارفه، مهاب قاعد يشرب مخدرات هو اصحابه، وانا كلمته كتير قلت له ده كده غلط، وكده ما حينفع انك تعمل كده، كده هيضر مستقبلك وهتضر صحتك وكده وقروشك كلها هتروح. وانا كلمت له اصحابه يعني زعلت منه وخاصمته وهددته ان انا ممكن اجي اكلمك، وهما يعني ابى يسمع كلامي، وانا ما عرفت اعمل شنو، خفت عليه شديد، وبعدين صحته وقت من الدهور وما قاعد احضر المحاضرات ومستقبله هيضيع بالطريقه دي. فقلت انا احسن حاجه انه انا اجي اكلمك، فأنا جيت كلمتك هسه عشان يعني بس تشوفي حل، يعني أنت أكيد هتلقي حل، أنت أمه مهما كان هتخاف عليه أكتر وهتقدري تحلي الموضوع ده أكتر مني يعني، لكن أنا ما مهاب استحالة يعمل كده. قولي لي كلام غير كده. عصمة، عارفة كلامك ده معناته شنو؟ عموما أنا جيت كلمتك قلت أكيد أنت هتقدري تحلي الموضوع ده أكتر أحسن مني. ميدو خليك صادق معي، عتاب ماتت كيف؟ موتوها كيف؟ في شنو انتوا عارفينه ونحن ما عارفينه؟ في شنو؟ ما عارف. اسالي بابكر. بابكر هو الدخان الوسط البايظ ده. بابكر بابيكر 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 ميدو 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 مهاب اسمعي انتهي انتهي بالمناسبة ما تفتكري نفسك كوكب وانا واحد من اقمارك ال20. مهاب مالك في شنو؟ ناس بيتنا ما عندك بهم علاقة. ارسب ادك اللكشر اطير ادخن سيجار ده حاجة بترجع لي انا ده. انا عملت كده عشان خايفة عليك. يا سلام بالمناسبة انت بالنسبة لي ضرورة شكلية لا اكتر ولا اقل. بيجي يعني زور غاضب غميق كده بعدين بليت اذا رايت نيوبا ليس بارزة فلا تظنن ان ليس يبتسم. خلصت محادثتك يا ليس؟ الموضوع اللي انا جايك فيه موضوع مهم وما بتحمل استهتار، موضوع خاص بمهاب. انت في مهاب والله ما باركت لي. الشراكه؟ انا تزوجتها. ما باركت لي يا ندو. ناديه امسك ده صنف جديد وجرب وتعالى اديني رايك. الليله هتضحك لما عينك تطلع زيك يا مان. فركش ما تجيب لنا الهوا. اوكي ليه كده يا ميدو؟ انا فرطه مع منو؟ مع كل الناس، مع نفسي، مع ضميري، حتى مع ربنا. كل مشكلة وعندها حل إلا دي. خليك معايا وتتحلى. ميدو لازم تخلي عندك إرادة وأي حاجة بتتصلح. حاول إن شاء الله. بعدين لازم تواجه المشكلة وأنا معاك. المشكلة دي حلها الموت. موت ليه موت؟ أخير لك تموت بعزة نفس من تموت العمر كله مذلول. والعمل شنو؟ أنا معاك. تسلم روحك للشرطة ومنها تتعالج والعقوبة بتكون خفيفة. لا شرطة لا. بغيتها يا بغيتها بغيتها بغيتها. في شنو؟ بغيتها معاك بتكورك في شنو؟ سمعت بالخبر؟ خبر شنو؟ الله يكفينا شر الخبارات. خبر ولدك بابكر. بابكر ولدي؟ فجأة خشمي بابكر مامي. قلت لك والله خاسرة ما سمعت كلامي. السماء يخرج من فمي والبرق يلمع في عيوني وصوت الرعد يلعلع في صدري وتمطر عيناي ليلا طويلا طويلا طويلا. أنا استقبلتك ببشاشة وأنت اديتني ظهرك، لكن أنا جاي أذكرك حاجة واحدة بس. جاي أذكرك إنه الديان لا يموت، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. عتاب عشان تتعلم، عشان تقرأ، عشان تبقى زعلان زيي. اخصى عليك يا بكر. تفوتك تخليني براي. اخصى عليك يا بكر. ما عارفه بجد اقول لك شنو يا دكتوره. كل اللي اقدر اقوله لك انه جتني معلومه بانه ولدي بتاعت كل اللي قدرت اعمله اني اجيبه واجي هنا. ما عارفه بتعاطى شنو ولا متين ولا كيف. جتني معلومة انه بتعاطى من زميلي في الجامعة مع الضغط والحح، حتى اعترف بانه مدمن. مهاب كيفك؟ الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. ميدو كيف انت؟ الحمد لله. الحمد لله. بجد يا زنوب انا ما عارف اشكرك كيف على وقفتك معي. تشكرني بانه ما ترجع للحاجه اللي كنت قاعد تتعاطاها وتبقى معافى كده. لكن عندي قلق، وجع مفاصل، ما قادر انوم. يا ميدو اصبر، دي المرحله الاولى من العلاج، انت كان صبرت عليها الباقي كله بهون. خلي عندك عزيمه وعندك اراده واصبر. اها قلت لي شنو يا زينوبه؟ عارف فاقدينكن والله. يا سلام، ما تفقد عزيزي يا رب. اشتقنا للمه والبوش ونقعد كده وناكل مع بعض ونطلع نمشي تركبونا لحد المواصلات. يا سلام. لكن ما مشكله، حتجونا وحتبقوا قاعدين معانا والامور كلها حتكون مرتبه، حنطلع زي ما كنا قاعدين نطلع كل مره. أنا بجد مبسوطة بصورة ما تتوقعيها. شكرا لكم كتير 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 يا دكتورة. عارفة شدة ما حاسة إنه أنا مبسوطة، متخيلة إنه أنا أي أم مرت بنفس التجربة القاسية دي حأمسكه وحجيب المركز هنا عشان تحس بطعم المعافاة وفرحتها بولدها لما يشد حاله. الحمد لله، شكرا لكم يا دكتورة، ما قصرتوا بجد. تسلم تسلم كثير، وانا حابه اشكرك على دعمك اللي قدمتيه لينا واللي قدمتيه لولدك وساعدتيه بيه وقدمتيه لمهاب. ويا ريت كل ام تتعلم منك وتشوفك لما انت جايه وجايباه وخايفه عليه. الادمان مرض زي اي مرض ثاني، مرض هسه حاليا عنده علاج والناس بتتعالج. المهم المكان المناسب والوقت المناسب. كان أبهى من طلعت زنبغة الماء، وأحلى من أنشودة حب تتلألأ فوق شفاه العندليب. أبوه علي قنديل الأحباب، يعطي لآخر قطرة عرق. أمه بخيتة شجرة خضراء، يخضر فوق رأسها إكليل الورد. وكان الانفجار، واحتمت القناديل بالأشجار، وكان الحريق، وكان الحريق. الكلمة بالعبرة والمعنى نلقى السؤال في جواب، نلقى الطيور بالطير، مجموعة في أسرار في كل زهرة تفوح، نلقى الشمس بتغيب والكون وراها غياب. كيف نبدل الأيام نورا شعاعا طيب، كيف نحمل الأحلام في النفس ما في عتاب، في النفس ما في عتاب، في كل معنى وروح لو الأمام بيروح بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب. في أحرف الكلمة بالعبرة والمعنى نلقى السؤال في جواب، نلقى الطيور بالطير، مجموعة في أسرار في كل زهرة تفوح، نلقى الشمس بتغيب والكون وراها غياب. كيف نبدل الأيام نورا شعاعا، كيف نحمل الأحلام في النفس ما في عتاب، في النفس ما في عتاب، في كل معنى وروح لو الأمام بيروح بيضيع وراه شباب، بيضيع وراه شباب.